أرض لا، لو أي حاجة أي أكل في التلاجة يجيبوا يشموا، لو ريحته مش طبيعي ما ياكلوش يجيبوا يشموا. يشموا. أنا كان نفسي، أنت عارفة لو كنا أنتم مهيئين كنا جبنا لحمة نية، كنت أوريك كله على الطبيعة، كل شيء كنت أوريك على الطبيعة، لحمة نية والملح، وتحط لي أكل مستوي وتشوف هياكل إيه فيه. طيب الراجل ده لما كلمك قال لك المرض ده ملوش نهاية؟ هو قال لي انا عايز اول هام، انا اول بيقول لي اول مره اشوف الكلام ده، انا رحت عند دكاتره كتير انا وصرفت كتير، واخد بالك حضرتك؟ قال لي المرض ده دول عايزين يجوا واعملهم كونسلت كامل واعملهم اشعه على المخ وعايز واعملهم تحاليل واعرف المرض ده منين، لا مرضك قريبتك ولا توأم ولا فيه وراثه ولا اي شيء، ده حاله فريده من نوعها، وده حتى لو بيقول توحد بيسمع وبيتكلمش وبيفهم العنف ده منين. الدكاتره بقى دول ده توحد ده مش عارف ايه، طب فين 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 العلاج؟ كل واحد انا بقول هنقف قدام ربنا ونقتص من الناس اللي اتنمرت عليا. عارفه دلوقتي انا عايش وساكت والحمد لله وهي مستوره وماشيه، بس ما بعانيش اكتر شيء بعاني منه التنمر، طول ما انا ماشي عيال تجري ورايا وتشتمني انا ولادي وراضي ومراتي وهنا ويتنمروا ويجي يقول لهم ولادك يتسموا ويبعتوا لي رسائل انت ابن كذا وعيالك كذا، هل ده يرضي مين؟ شوف الولد ده طول الليل هو نايم مش قادر ياخد نفسه من السمنه بالتخن، عايز حاجه عايز له علاج. البنت دي بقى بصي هتموت، بصي دي عندها 15 سنه، بصي ضعيفه جدا 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 ما بتاكلش نهائي، حطها عكسه خالص خالص عكسه. هو توأم؟ لا، فرق سنه ونص بين ده وبين ده. سؤال بس، اتفضلي. لما جه انت قلت يعني ان شاء الله ربنا يكرمني بعيل سليم، خدت الخطوه دي ازاي وانت ليك تجربه؟ انا الله يفتح عليك يعني. كنت انا شغال مع طبيب في السعوديه اسمه دكتور عبد العزيز، فقلت له انا كذا، قال لي انت يا ابني مفيش عندك اي شيء، انت امن بربنا وخلف. سبحانك يا رب. خلفت حمزه دوت، طلع ما شاء الله زي الفل. كنت عامل حسابي ان ما اخلفش تاني، بس قدر ربنا جه عبد الرحمن ما شاء الله طلع زي الفل. كنت في الاول خايف منه، كان بيعمل حركات. بتعدي بقى الايام ازاي؟ كنت قاعد بقى ليل ونهار خايف يطلع لو طلع وكده، ولو طلع بنت كمان هيبقى الموضوع اسوء واضل سبيل. دلوقتي انا الحاله زي ما انت شايفه كده، الحاله صعبه جدا، ده ما بينامش زي ما انت شايفه، بياكل 24 ساعه، عايز يتعالج والله الذي لا اله هو، جاي لي احباط ان انا ممكن انتحر. ليه؟ عندي حاسس بالعجز، مش عارف عليك. انت عندك اصرار وثقه في الله فبتجري بولادك دول لحمك ودمك. الله يفتح عليك بقى. ما انت بقى، ما انت تيجي تقول ايه يا احمد ربنا يشفي ولادك، ما انت تقول تشتميني، ما تقولي ده ولادك المفروض يموتوا، ده انتوا مسرعين، ده انتوا كلاب، مش دي ده كله بيأثر فيكي؟ بس انا بجيب المهدئات عشان على قد ما معيش فلوس اشتري. تعبت، خدي بالك ده صرفت كتير، انا بقالي الوقت 13 سنه في العذاب ده ليل ونهار. 13 سنه 13 سنه دي عندها 15 سنه، انت واخد بالك حضرتك؟ الولد دوت عنده 13 سنه وشويه، فانت قولي لي انا هخليك انت مكاني، لو مكاني تعملي ايه؟ اروح لمين واقول يمين؟ انا خطبت طلبت. مبسوطه بصبرك قوي. انا والله العظيم انا المبسوط ان انا شفتك، دول على قد التعب اللي انا فيه، بس يعرفوني ناس كويسه. خلي بالك حضرتك، كلنا حضرتك بتقولي اسباب، انت جايه من اخر الدنيا في جايه في الحر عشان تقولي يا احمد يمكن ربنا يرزقنا في واحد راجل ابن حلال راجل اعمال والراجل حد يقول اقف جنبك. انت قلت لي انا متبهدل تنمر. طيب ما الناس تقابلك في الشارع تقول لك ولادك دول كلاب، ويجروا اللي بتاكلوا اللحمه النيه يا كلاب يا مسروعين، هل ده يرضي ربنا؟ هل ده انا بقى هل العذاب اللي انا عايش فيه دوت ادني مريض نعالجه ولا نموته؟ اللحمه النيه وماشي، الملح ليه؟ ما اعرفش، ما انا بقول لك دي حاله نادره. انا طلبت شويه تحاليل. اشرب ياكل قد ايه ملح؟ ياكل لحد مثلا من برغيفين ثلاثه لحد ما يشبع، فاهماني؟ الفراخ ممكن تاكل فرختين ثلاثه مستوي ما تاكلش حته، دول حاله نادره حاله. عاملين مع اخواتهم ووالدتهم دوت